بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم وتلاوته وقراءته وتدبره والعمل بما فيه أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على شدة الظمأ، وأسأله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعله شافعا لنا يوم لقاء الرحمن، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى عندما عرف شهر رمضان لعباده عرفه بأنه شهر نزول القرآن، فقال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبهذا الأمر العظيم عرف هذا الشهر المبارك شهر رمضان. وعندما أراد الله عز وجل أن يبرز للناس درة هذا الشهر وخير لياليه، أيضا عرفها بأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا الارتباط الوثيق الذي نص عليه الكتاب العزيز بين هذا الشهر الكريم المبارك وبين الكتاب الكريم المبارك، بل إن الارتباط بين هذا الشهر والكتب السماوية المشهورة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فأيضا لها ارتباط بهذا الشهر. ففي شهر رمضان كان نزول صحف إبراهيم، وكان نزول توراة موسى وإنجيل عيسى، كان نزولها في شهر رمضان عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا شهر الكتب، شهر القرآن. لذلك وجدنا التوجيه الواضح الصريح بالعمل والقول ممن نزل عليه هذا القرآن وأنزل عليه هذا القرآن وأنزل إليه هذا القرآن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله مع القرآن في شهر رمضان، وكذلك كيف كان توجيهه لهذه الأمة
بأن تتعامل في شهر القرآن بالعلاقة الصحيحة مع القرآن. فلذلك كلما كنا في هذا الشهر الكريم أقرب من القرآن، كلما كنا على الهدي الذي ارتضاه الله جل جلاله لرسوله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذا ميزان نحتاج أن نحييه في حياتنا، وأن نربي عليه، وأن ننشئ عليه، وأن نحاسب أنفسنا عليه، أين نحن من القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم. وأذكر وفي عجالة بالعلاقة مع القرآن، وأنها تتحقق على وجه يرضاه الله جل جلاله وفق ما شرعه الله جل جلاله، تتحقق تلك العلاقة بتلك الأمور الأربعة العظيمة التي أحسب أن من يتابعنا لتكرارها بين الفينة والأخرى قد حفظت، ولكن يبقى أن الذكرى تنفع المؤمنين، وأن التذكير دافع للثبات لمن عمل، والإكمال لمن نقص، والعودة للبناء لمن ترك وقصر. فهذه الأمور الأربع التي بها تتحقق العلاقة مع القرآن الكريم، أولها يتضمن ثلاثة أفعال، هي أن تقرأ القرآن، وأن تسمع القرآن، وأن تسمع القرآن. ثلاثة أعمال تقوم بها نحو القرآن تحقق لك اللبنة الأولى والخطوة الأولى نحو بناء علاقة سليمة مع القرآن. فمن لا يقرأ، ومن لا يسمع، ومن لا يسمع، كيف سيقيم العلاقة السليمة الصحيحة مع القرآن العظيم؟ فإذا تحقق الأمر الأول انتقلت إلى الثاني، واللبنة الثانية إلى الأمر الثاني، وهو تدبر هذا القرآن، إعمال العقل. هذه الآية التي أكرمك الله عز وجل بها وميزك على غيرك من المخلوقات، قوة العقل، قوة الإدراك وتصور الأشياء وفهمها. فاستخدام قوة العقل لتدبر هذا الكتاب وصولا إلى فهم المراد الذي أراده الله عز وجل، وهذه غاية عظمى ومرحلة ثانية بعد الأولى. فالله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا ما حصل منك التدبر وأعملت الذهن بالتفكر، فتفكرت وتدبرت ووصلت إلى مراد الله، فعندها تحتاج إلى الخطوة الثالثة، وهي اليقين، التعامل مع ما في القرآن أنه حق وأنه حقائق. فهذا اليقين رتبة ثالثة في إقامة العلاقة مع القرآن. لذلك من يقرأ القرآن ولا يتدبر كيف سيصل إلى قضية اليقين بحقائق القرآن وبما تضمنه القرآن على وجه التفصيل؟ كيف سيصل من لا يعمل عقله بالتدبر
والتفكر وصولا إلى الفهم. فإذا وصلت إلى اليقين وتعاملت مع ما في القرآن أنه حق وحقائق لا مرية فيها، فعندها تنتقل إلى الرابعة، المرحلة الرابعة، وهي أن تخضع جوارحك العاملة للعمل وفق ما وصلت إليه من إدراك مراد الله عز وجل. فهذه أربعة أمور بها تتحقق العلاقة السليمة فيما بينك وبين القرآن العظيم، فيما بينك وبين القرآن العظيم. فلذلك نزن وضعنا مع القرآن وفق هذه الرباعية، وفق هذه الأمور الأربعة، فأين نحن منها؟ فإن كنا مطبقين لها فالثبات، ثم الارتقاء في كل واحدة منها زيادة وزيادة إتقان، زيادة في مجال ذلك الأمر، ثم زيادة إتقان لإنجازه على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يمل حتى يمل العبد. ما بين أيدينا آيات كريمات من سورة كريمة عظيمة، هي سورة آل عمران، وآياتها تمثل من حيث الوجهة قضية عظيمة. فبعد أن كانت قضية الإيمان وأصناف أهل الإيمان القضية الأم في سورة البقرة، فإننا نجد قضية النبوة هي القضية الأم في سورة آل عمران. النبوة والأنبياء، الصفوة من الخلق والخيرة من البشر، الأئمة، الهداة، القدوة، الأسوة، الذين اصطفاهم الله، الذين اجتباهم الله، الذين اختارهم الله، الذين أرسلهم الله، الذين أوحى الله عز وجل إليهم، الذين نصرهم الله، الذين أيدهم الله، الذين كلفهم الله بالبلاغ المبين، الذين أمروا أن ينفذوا أمر الله عز وجل مهما وجدوا في طريقهم، الأنبياء والرسل. ماذا وجدوا وماذا لاقوا وماذا عملوا؟ فإننا نجد هذه السورة الكريمة تعرض لهذا الأصل العظيم، وأن للناس أن يهتدوا بهدى الله دون أن يكون الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله عز وجل. فالقرآن الكريم يعرض لنا قضية النبوة والأنبياء في آياته وفي سوره. يعرض الأنبياء أولا على أنهم إخوة، إخوة في الدين، إخوة في المنهج، إخوة في الإيمان، إخوة في التصورات، إخوة في البلاغ، إخوة في الصبر، إخوة في الحرص على هداية الناس، إخوة في تحقيق مراد الله في ذواتهم. هكذا يعرض القرآن للأنبياء، تعرض قضية النبوة في القرآن على أنهم الصفوة، وأن ما جاءهم من عند الله وحي من عند الله العلي الأعلى، وأن مصدر التلقي بالنسبة لهم واحد، هو الله جل جلاله، وأن رسالتهم في الدنيا واحدة، هي هداية الناس وإبلاغهم طريق الهدى والنجاة، وما يحملوه للناس واحد يقوم على تلك الأصول الرئيسة.
التي أولها الإيمان بالله وإفراده جل جلاله بالعبودية وعدم الإشراك به، ثم التلاقي في الشعائر الكبرى العظيمة الصلاة والصيام والزكاة، ثم التلاقي على مكارم الأخلاق وكليات الأخلاق الحسنة من الصدق والأمانة والوفاء والتعاون وغيرها، ثم ترك محكمات المحرمات من الزنا والفاحشة وأكل المال بالباطل والظلم وغيرها من الأمور. فعلى ذلك تلاقى الأنبياء، تلاقى الأنبياء في دعوتهم الناس أن يخضعوا لدين ربهم الذي أوحاه إليهم والذي يجعل حياتهم وفق مراده، ويجدون بذلك الحياة الطيبة في الدنيا ويجدون السعادة في الأخرى. الأنبياء يعرضون في القرآن أن المتقدم يبشر باللاحق، وأن اللاحق يصدق المتقدم. هكذا تعرض قضية النبوة في القرآن العظيم بهذه الصورة في التلاقي، تعرض قضية النبوة أن الإيمان بها أمر لازم والطاعة أمر واجب لهم، وأنه ليس لأحد إلا أن يؤمن بهم جميعا، وأنه لا يفاضل فيما بينهم التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص بعضهم، أو التفضيل الذي يؤدي إلى التنازع والخصومة بين أتباعهم، فيعرض كل ذلك في القرآن فيما يتعلق بالنبوة. وها نحن من بداية سورة آل عمران إلى أن تجاوزنا الآية 80، ونحن نجد ذلك كله في هذه الآيات. فوجدنا قضية ضرورة اتباع الرسل، ووجدنا إخبار الله باصطفاء الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ووجدنا ذكر لقصص بعضهم، فكانت قصة زكريا ويحيى وقصة عيسى عليه السلام وأمه مريم الصديقة، وقصة أم مريم جدة عيسى امرأة عمران، ووجدنا خبر عيسى عليه السلام وموقف أمته منه بين المؤمن به المصدق وبين الكافر به، ووجدنا دفاع الرب جل جلاله عن أنبيائه بإبطال ما نسب مدعي اتباع الأنبياء ما نسبوا لأنبيائهم من الباطل، مثل دعوى ألوهية عيسى عليه السلام. جاء القرآن للذب عن الأنبياء والدفاع عنهم وإبطال ما ألحق بهم من الدعاوى الباطلة. ووجدنا أيضا قضية الميثاق وتميز الأنبياء بميثاق غليظ
أخذ عليهم لعظم المسؤولية التي تحملوها من بين الناس كلهم. وأيضا وجدنا الإخبار عن قضية الإيمان بكل الأنبياء، ووجدنا قضية العلاقة بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن سورة آل عمران، ونحن إلى هذا القدر، ونجد أن هذه قضايا كلها قد ذكرت في الآيات السابقة. فلذلك عندما قلنا أن قضية النبوة هي القضية الأم في سورة آل عمران، الدليل هو هذا الأمر. ومن وقف مع الآيات وقرأها أو سمعها أو أسمعها فإنه سيجد ذلك واضحا وظاهرا. المقطع الذي بين أيدينا من الآيات المباركات والتي تعبر عن مرحلة من مراحل الرسالة الخاتمة وميدان عملها، ميدان البلاغ المبين، ميدان التواصل والاتصال والدعوة والبلاغ، التواصل مع أهل الكتاب، مع من كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية اليهود، وكذا وفد نصارى نجران الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا به وانتشر خبره وذاع صيته في أنحاء الجزيرة. فجاء وفد نصارى نجران وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، وذكرت آيات آل عمران شيئا من ذلك الحدث وتلك الواقعة. فقضية الميثاق بعد أن والآيات تعرض لتلك الحقبة وذاك التواصل والاتصال والحوار والمجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران مرة، وهذا الغالب في الآيات السابقة، وبينه وبين أحبار اليهود أيضا مرة أخرى. فقضية الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن آية الميثاق تضمنت وأشارت إلى دواعي أخذ الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قلنا أن هذه الآية وما بعدها من الآيات بيّنت لنا دواعي أخذ الميثاق، وبيّنت لنا شروط وموجبات أخذ الميثاق، وبيّنت لنا الضمانات لتحقيق الميثاق وتحققه، وبيّنت لنا العلل والأسباب، وبيّنت لنا النتائج في حالة عدم قبول الميثاق ورفض الميثاق. واستعرضنا أنواع المواثيق، ميثاق الإيمان وميثاق النبوة وميثاق الطاعة والانقياد، ثلاثة أنواع للمواثيق أدركناها في دروسنا الماضية. ثم تبين لنا أن شروط وموجبات أخذ الميثاق مجيء الرسول وتصديق ما قبله ووجود البينات، هذه الشروط والموجبات
للميثاق. فلذلك أخذ الله سبحانه أخذ الأنبياء السابقين من أممهم العهد والميثاق بالإيمان بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور وقفنا معها في الآيات السابقة، ووقوفنا ولقاؤنا يستمر في هذه الآيات وقوله جل جلاله: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الأنبياء كثر والرسل جم غفير، بعثهم الله عز وجل في الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا العدد منهم من ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم، كمن ذكروا هنا بالأسماء: خليل الله إبراهيم، وابنه إسماعيل، وابنه إسحاق، ثم يعقوب ابن إسحاق، ثم الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام، ثم موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم البقية جاء ذكرهم بقوله عز وجل: والنبيون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للناس، وكذلك أمته. وإيراد الأمة هنا في ضمير الجمع في قوله آمنا على قول أكثر المفسرين: قل يا محمد آمنا، أي أنت وأمتك، أعلنوا ذلك. وهذا يعطينا الدلالة على أن هذه الشريعة وهذا الدين يريد أن يتلاقى الناس على قضية الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالكتب، التلاقي على هذه الأصول العظيمة: الإيمان بالله عز وجل وحده، والإيمان بالرسل والأنبياء، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم. فهذه الآية العظيمة اشتملت على هذه الأمور الجليلة، اشتملت على الإيمان بجميع الرسل. من أين؟ بذكر بعضهم على وجه التخصيص، وذكر الجميع على وجه الإجمال. فالتخصيص بذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، والجميع بقوله والنبي. فالإيمان بالله في قوله آمنا بالله، والإيمان بالرسل والأنبياء جميعهم بما تبين لنا، والإيمان بالكتب بقوله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم ومن بعده. ثم أيضا على أن التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. يكون باللسان في قوله قل، ويكون بالقلب في قضية الإيمان، وقضية الإيمان الأساس فيها عمل القلب، وقضية عمل الجوارح أيضا بقضية الإيمان. فإن الإيمان يقوم على تلك الثلاثية التي هي قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فلذلك تضمنت أيضا هذه الآية
على هذه الأمور الثلاثة، على التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح والإخلاص لله عز وجل. وأيضا بيّنت وحدة مصدر التلقي وهو الوحي من عند الله عز وجل، وأيضا تضمنت التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كيف يقولون لخصومهم وكيف يكون البلاغ. قل أي يا محمد، تعليم من الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم للأمة كيف تجتمع وعلى ماذا تجتمع وكيف تحقق وحدتها. فهذه الآية العظيمة اشتملت على ذلك كله، وأيضا ما في ذلك من الهدى، وما في ذلك من الرحمة، وما في ذلك من الخير الذي سيناله الإنسان عندما يعمل بما تضمنته هذه الآية العظيمة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ونجد في القرآن مرة يقول الله عز وجل ما أنزل علينا أو على، ومرة يأتي بإلى التي تحدد الغاية والنهاية. فلما كان القرآن ينزل من العلي الأعلى جل جلاله، فللدلالة على هذا الأمر وحدة مصدر التلقي وأن النزول من العلو، فيأتي التعبير بعلى كما في هذه الآية هنا، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. ولذلك هنا جاء الجمع علينا، ويكون المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الأمة هنا باعتبار أن ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الأمة أن تؤمن به وأن تحققه. فلما كانت هي مأمورة مطالبة بذلك، فلذلك دخلوا في هذا الخطاب وما أنزل علينا بالتبع. وفي الإشارة إلى بمعنى أن هذا النزول المراد منه أن وغايته أن يصل إلى النبي الذي يوحى إليه والذي يتنزل عليه الوحي، فهو غاية بالنسبة لأمين الوحي جبريل عليه السلام أن ينزله غايته، وهو يأخذ هذا الكتاب من ربه عز وجل أن يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك البلاغ له بداية من عند الله، وله غاية بالنسبة لأمين الوحي، وهو إيصاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يأتي التعبير بإلى باعتبار أن الوصول، وصول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو غاية في بلاغ أمين الوحي. ثم قضية عدم التفريق بين الأنبياء، وكما قلت عدم التفريق المقصود به التفريق الذي يراد من ورائه انتقاص نبي على حساب نبي مفضل، أو ما يراد من ورائه من حصول النزاع والتنازع بين من يتبع الأنبياء. فإذا هذا التفريق الذي يراد أن ينشأ منه هذا الأمر فهو منهي عنه. أما التفضيل الذي هو مع التسليم بفضل الجميع ونبوته والإيمان بذلك، والتصديق
بما فاضل الله عز وجل بين أنبيائه ورسله فهذا لا مانع منه، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فيكون هنا هذا التفضيل من باب الإيمان بما جاء في الوحي، مع التسليم بما للجميع من الفضل، ثم التفاوت بينهم بما أخبر الله عز وجل أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله، طبعا هنا في هذه الآية وقد يعني تبين لنا أن شروط وموجبات الميثاق مجيء الرسول، فالإخبار عن مجيء الرسول سبق أن ذكر في الآية السابقة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق. إذن هذا الشرط الأول لموجبات أخذ الميثاق مجيء الرسول. الشرط الثاني تصديق ما قبله، وهذا ما نجده في هذه الآية: فإنكم يا بني إسرائيل، موجبات الميثاق الذي أخذ عليكم وأن يتحقق منكم الوفاء به، أن إذا جاءكم هذا النبي الخاتم فها هو قد جاءكم، وإذا وجدتم منه تصديقا بأنبيائكم وأنه يعلن ذلك لكم فها أنتم تجدوه في الكتاب الذي أنزل عليه، وتجدوه أنه يتلوه على مسامعكم وتسمعوه منه، فها هو يقول لكم أن الله عز وجل أمره بذلك: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، فأنتم يا نصارى نجران ها أنتم قد سمعتم أن هذا النبي الذي قد جاء يخبر عن صدق النبي الذي بعث فيكم، وها أنتم أيها اليهود وقد أخذ عليكم الميثاق بأن تصدقوا بالنبي الخاتم إن بعث، وها هو قد بعث، وأن الدلالة أنه سيعلن تصديقه بموسى عليه السلام فها هو مكتوب في كتابه ذلك، وها هو يتلوه عليكم ويعلنه لكم التصديق بالأنبياء الذين بعثوا فيكم. فإذا هذا الشرط الثاني. ثم الشرط الثالث الآيات البينات، وهذا ما نجده في الآية التي بعد الآية التي بعد هذه الآية، وهو قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا وجدنا الأمور الثلاثة: وجدنا مجيء النبي الخاتم، ووجدنا تصديقه بالأنبياء السابقين له، ووجدنا قضية الآيات البينات وقيامها بالنسبة للمخاطبين. وهذه الآيات أولها القرآن، والذي سيبقى لمخاطبة كل من هو من هذه الفئة إلى يوم القيامة. آية النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام القرآن، آيته العظمى، وأيضا آيات أخرى هي باقية مستديمة مستمرة في إخباره صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إخباره بأشراط الساعة وأحاديث الفتن، فهي آيات
من آيات إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأحداث لم تكن في زمنه على أن تكون بعد زمنه وقد كانت كما أخبر. فإذن هذه شروط أخذ الميثاق. فيقول الله عز وجل بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ قضية التصديق، فيقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وكما قلنا في قضية التسبيب أن أولها أن الإسلام هو الدين، الدين الذي ارتضاه الله، الإسلام الذي هو قائم على الاستسلام والخضوع لله عز وجل، الخضوع لله في أمر الدين المشترك بين الأنبياء كلهم. وأول هذا الدين المشترك بين الأنبياء قضية الإيمان، وقضية إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقضية الشعائر العظمى التي التقت عليها الرسالات، وقضية محكمات وكليات العلاقات والمعاملات والتي أساسها محكمات الأخلاق، وقضية محكمات المحرمات والمنهيات. فهذا هو الدين المشترك بين الأنبياء وهو الإسلام، والذي يعني الاستسلام. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك بين الأنبياء جميعا. فيقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أولا، من المخاطب بهذه الآية؟ ومن يبتغي، من يريد، من هم أصحاب هذه الإرادة، من هم أصحاب هذا الابتغاء؟ من المفسرين من جعل ذلك مرتبطا بنسق الآيات التي سبقت هذه الآية، وأن المقصود بهم أهل الكتاب، أهل الكتاب. وهذا قول ظاهر، وإدراكه بهذا المعنى أيضا واضح، فإن هؤلاء الذين قامت بهم كل تلك الحجج والبينات والأمور الواضحات، ثم بعد ذلك يريدون غير الإسلام وغير اتباع نبي الإسلام، فليعلموا أن الله لن يقبل ذلك منهم، أن الله لن يقبل ذلك منهم، خاصة وأن الآية السابقة وهي قول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون. تعجبا، هل يريدون غير دين الله؟ لأن ما هم عليه من تلك التصورات البدعية الشركية التي أدخلوها على دين الأنبياء، إذن هم على غير دين الله عز وجل. وها هو النبي الخاتم جاءهم وبين لهم الحق وبين لهم الضلال الذي وقعوا فيه، فهل سيصرون على أن يبقوا على ما هم عليه فيكونون من المتبعين لغير دين الله، متبعين لغير دين الله؟ وهل يرضون لأنفسهم ذلك؟ فيقول الله عز وجل مبينا، وتقوم الحج عليهم بعد أن علموا بالخبر أن ما هم عليه أنه مفارق لدين الله، فهم ليسوا على دين الله. وما النتيجة إن كانوا كذلك؟ النتيجة أن الله يقول لهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دين الأنبياء، من أين أخذنا ذلك؟ هنا من الآية السابقة: ونحن له مسلمون. كلهم قالوها، من إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى يعقوب إلى الأسباط إلى موسى إلى عيسى، وهكذا جميع الأنبياء. فالجميع قال: ونحن له مسلمون. وهل ينجو من يدين لله بدين غير دين الأنبياء؟ واضح. فلذلك إذن الفريق الأول من العلماء من قالوا بأن المقصود هنا بمن يبتغي هم أهل الكتاب الذين ما انتقلوا وما تركوا ما هم عليه من الانحراف والتحريف الذي وقعوا فيه بالنسبة لكتب أنبيائهم، وأن يستجيبوا للنبي الخاتم بناء على الميثاق الذي أخذه أنبياؤهم عليهم، فعندما لا يفعلون ذلك فإذن هم على غير دين الحق وعلى غير دين الإسلام وعلى دين لا يرضاه الله وعلى أمر يجدون ثمرته في الآخرة وهو الخسران المبين، وهو في الآخرة من الخاسرين. القول الثاني أن من المفسرين من قال أن هذه الآية نزلت في فئة من أهل المدينة أسلموا من الأوس والخزرج، ثم حصلت منهم ردة، سواء كانوا إسلامهم الأول منافقين أو أنهم ارتدوا، ومنهم الحارث بن سويد، وهذا الخبر جاء عند أهل السنن مثل أبي داود ورواه الحاكم وصححه، وأنهم خرجوا من المدينة ومنهم من لحق بكفار قريش، فنزلت هذه الآية في شأنهم. وإن قلنا بهذا على قول من قال به من المفسرين فقد يقول القائل: فكيف جاء ذكر ذلك في وسط ذكر خبر أهل الكتاب؟ فأجاب عن ذلك بعض العلماء بقولهم أن ذكرها هنا لبيان أثر من آثار التضليل الذي مارسه أهل الكتاب مع من أسلم، وأن في هذا توبيخ لهم، وأنهم مارسوا الصد في حق أنفسهم ومارسوا الصد في حق غيرهم، فارتكبوا الجرم مضاعف إذ امتنعوا من قبول الحق، فهذا صدهم لأنفسهم، ومارسوه في حق غيرهم وصدوهم عن الحق. واضح. فقالوا لما كان أن ذلك من آثارهم فلذلك ذكر هنا، فيكون هو من أعمالهم، من أعمالهم. وإن كان الأول أظهر وهو أن المخاطب هنا بذلك أهل الكتاب، ومن المفسرين من قال أن الآية تشمل هؤلاء كلهم المؤثر والمتأثر بهم، المؤثر هم أهل الكتاب الذين وقع ذلك منهم، والمتأثر الذي وافقهم في هذا الأمر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. قضية المجازاة قضية عظيمة في القرآن، فلئن كانت غاية الخلق عبادة الله وحده وإفراده بها، ولئن كانت حكمة الوجود والتدبير على هذا النظام الدقيق وعلى هذه الكيفية
المتقنة، حكمتها الابتلاء والامتحان لهذا الإنسان، فإن المجازاة تمثل الركن الثالث في هذا الإدراك. فهناك غاية للخلق، وهناك حكمة لهذا التدبير، وهناك مجازاة. فلما كان هناك ابتلاء، حكمة هي الابتلاء، فكانت هناك قضية المجازاة. ولما كان الابتلاء واقع للناس كلهم من بدايتهم إلى نهايتهم، وهم أمم وأطوار، فالابتلاء دائم. لذلك كانت المجازاة لها دار أخرى، هي الدار الآخرة. وإن كان للمجازاة مقدمات في هذه الدنيا، لكن الجزاء الأعظم إنما هو يوم القيامة. يوم القيامة فهناك الجزاء الأوفى. فيقول الله عز وجل مشيرا إلى تلك المجازاة، وهو في قوله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وفي قوله فلن يقبل، أي أن هناك من يقبل ومن يرد، وأن ذلك هو الله جل جلاله، فهو الذي يحاسب العباد، هو الذي يحاسب العباد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالله عز وجل هو الذي يحاسب، والذي يقول للعبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا فلن يقبل منه، إذا هناك أعمال تقبل وأعمال لا تقبل، وهناك أناس. وهنا عندما وهنا أمر حقيقة عظيم يحتاج أن نتنبه له. هؤلاء ليسوا أناس يعلمون أو يفعلون الباطل وأنه باطل من فجور وفسق، بل هؤلاء أناس يظنون أنهم على حق، ولكنهم دخلوا في قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهم يدخلون في هذا المعنى. فلذلك أن يتحرى الإنسان وأن يتيقن أنه على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين، هذا أمر لا بد منه، وأن يطمئن الإنسان على هذا الحق الذي يتبعه ويسير عليه. فلذلك هؤلاء قالوا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الإسلام، قالوا نحن مسلمون من قبلك، فجاء النفي لتلك الدعوة والإبطال لها، وأنكم لستم كذلك، وأن ما أنتم عليه إنما هو تحريف وتغيير للإسلام. لذلك هنا هؤلاء الذين هم بتلك الأعمال وبتلك الأوصاف هم الذين يقال لهم أفغير دين الله يبغون، إذن أنتم على غير دين الله. وهم الذين يقال لهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام الذي عليه الأنبياء، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. عند هذه الآية نتوقف لتكون بإذن الله عز وجل محل درسنا القادم. إنه جواد كريم سميع مجيب، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.